وايد يعني حبيت هذه التجربة، لأن هذه أول تجربة حقي حق البطولة وكذي، يعني وايد فخورة، وايد وناسة. هي تتفوق، أنا يعني يصير فيني أستانس أنا أشوف يعني بنت عمي بمكان وايد عالي. أحبش وايد، أحبها وايد ووايد فخورة فيها. شكرا، وأحبش وايد وشنش أختي. من اللي يبب؟ عمتي. مشكورة على هذا الإنجاز العظيم حق الكويت، والكويت تستاهل صراحة. ورسالة حق كل بنت كويتية تقتدي بزينة وباللي أحسن منها، أنه لا يوقفكم شيء، اجتهدوا وحاولوا وصلوا اسم الكويت حق كل مكان بالدنيا، لأن الكويت تستاهل صراحة. يا طيبة اللي وسط حضنة ربينا، يا ساكن الروح وفي كل شيء فينا. انزلت مرة وياها، يلا نطي قومي روحي يلا وياها زينة نركض وتناشبني. ليش هذا حق؟ اقول انت مالك شغل، شايفه باليوتيوب انا كذي. يلا يبا يلا ويا يبا يلا. شكرا، وكنت معي بكل خطوة، ولو بدونك الحين انا خسرانة. حبيبتي انت، يلا ان شاء الله لعنا بالاولمبيات ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي، هذه البداية، ونتمنى وين نروح ان شاء الله؟ الاولمبيات ان شاء الله، ونجيب الميداليات الذهبية حق الكويت، صح ولا لا؟ هذا الفوز هدي، بس مو بس حقنا احنا، حق الكويت بعد، صح بابا؟ انا صراحه ودي اصير مهندسه. مهندسه شنو؟ معماريه. ما ادري يعني، انا يدي وعمي وهم ابوي كلهم مهندسين، بس انا بخاطري ودي اصير مهندسه معماريه. من الاوائل على المدرسه ما شاء الله عليها، يعني الفصل طاف 99.9 جايبه، بس للامانه يعني تو مساء واحنا بالطياره. اقولها زينه، اليوم يوم الاحد، عندك امتحان علوم ما داومنا الاسبوع، باكر عندك مؤجل ان شاء الله، فالحين ذي البيت وبطل كتب، ويعني مثل ما تقول وقت الوناسه خلص، وقت الرياضه شويه نعطيه بريك، وان شاء الله راح تكون بطله من ابطال الكويت، وترفع راس الكويت وترفع راسنا كلنا ان شاء الله. مرات يكون عندي موهبه مثلا الرسم، عادي ارسم يعني بالبيت، مثلا احط بوست بالانستغرام او شيء كذي، بس هذا لا، انا رحت أنا سافرت وخذيت ميدالية، فهذا شيء وايد حلو بالنسبة لي. العوائل قامت شوية تركز على الرياضات النسائية، ما شاء الله صار فيه فريق كرة قدم، سلة، طائرة، يعني أنا يامي ما كان غير فيه اللي هو نادي الفتاة، ويعني قلة غلائل يعني شوية كانوا الناس حلا والله، ما شاء الله الفترات الأخيرة ما شاء الله أشوف فرق كرة، طائرة، سلة بالأندية نفسهم، يعني قبل ما كنا نسمع في نادي عربي وقادسية فريق بنات أو نادي الكويت، الحين ما شاء الله كرة الصالات، الطائرة، اليد، دوري الكويت البنات، فبالعكس هذا شيء وايد جميل، ونتمنى يستمر من أعلى إلى أعلى وننافس جميع الدول، يعني بالعكس فخر لنا سواء شباب أو بنات، بالنهاية يكون الكويت هذيل عيالنا. شكراً.